أنتم الكتاب السياسيين الاقتصاديين الاجتماعيين نظرتكم للرياضة قد تكون سطحية، أنتم تبغونها شيء لطيف وجميل مثالية. إيه عمر كرة القدم ما حتكون بهذا الشكل، يدافعون عن هذا النوع من الطرح بهذه الحجج، أنت كيف ترد عليهم؟ جميل. شوف الرياضة شأن عام، يعني أنا عندما تكتب في شأن اقتصادي هناك نخبة تتابع الشأن الاقتصادي، تكتب في شأن سياسي هناك نخبة تتابع لكن الرياضة يتابعها الجميع. يعني أنا أثني على كلام أبو فيصل وأبو محمد، يعني الرياضة يتابعها من سن الست سنوات سبع سنوات إلى شايب عمره 80 سنة. الرياضة شأن عام، لذلك المتابعة للرياضة غير المتابعة لأي شيء آخر. هنا مسألة حساسية الطرح الإعلامي الرياضي، حقول لك كيف. أنت تفضلت وقلت أوكي، يعني الإثارة مطلوبة صحيح، الحماس مطلوب، سخونة الحوار مطلوبة، ولكن ما يجب الاعتراض عليه هو اللغة الهابطة، اللغة البذيئة، اللغة المسفة. يعني للأسف الشديد يا تركي، يعني أحيانا بنشوف يعني حوارات، سواء يعني أنا أقول لك شيء، أحيانا لما تصير في مباراة يعني ساخنة بين طرفين، يعني في شيء تاريخي يعني بينهم، أنا أتحاشى إني أشوف تويتر حقيقة، لأنه بعض التعليقات وبعض الطرح يكون صادم جدا خادش أحيانا. خلينا نقول هذول ناس من العامة، يعني ما لنا سيطرة عليهم، لا، إحنا أحيانا نشوف مسؤولين عن أندية رياضية في نهاية مباريات بيطلعوا في برامج، بيطلعوا في هذا أمام الملأ، أمام المشاهدين، بيقولوا كلام حقيقة لا يجب أن يقال، ما يخالف. لابد، الحياد غير موجود في الرياضة، الموضوعية غير موجودة. يعني أنت تشجع متعصب، أنت ليه؟ ما حد يقول لك لا تعصب يا أخي، عبر. الرياضة ترى مسألة عاطفية في النهاية، ليست عقلانية، يعني عواطفية يا أخي، عبر عن عاطفتك، عبر عن تعصبك لناديك، عبر، ولكن لا تسقط يعني في منحدر اللغة. أبو فيصل يقول لا يتقبلها الجميع. أبو فيصل يقول إنه الإعلام الرياضي قد يبعث على الكراهية والتفرقة. صحيح. أنت عندك نفس النظرة؟ صحيح. لا، المدرجات بتشوف فيها شعارات عنصرية، شعارات كذا، أحيانا في برامج التلفزيون أو في هذا، أو في السوشيال ميديا بتشوف في نبرة يعني مناطقية، نبرة يعني طبقية، نبرة مسيئة لكون هذا المسؤول الرياضي من منطقة، لكونه وبلغة عالية جدا. هذه مش موجودة في أي مجال ثاني غير الرياضة، ويتحدثون بأريحية أيضا، لا تشعر بأنه يعني خايف أو أنه محرج أو أنه سقطة لسان، لا، يعيد ويكرر الكلمة مرة واثنين وثلاثة. في إضافة يا أهل، أعتقد هذه تراكمات قديمة جدا، يعني والإخوان أبو فيصل ومحمد وأنت أيضا تعرفوا، يعني من أيام الصحافة الورقية، يعني قبل البرامج التلفزيونية الاحترافية، يعني تقدموا أنت وزملائك وكذا، يعني من زمان، من 30 سنة 40 سنة، معروفة الصحيفة الفلانية محسوبة على النادي الفلاني، الصحيفة الفلانية محسوبة على النادي الفلاني، موزعين. شوف أنت لو صارت مباراة بين هذين الناديين وانغلب فيها واحد، شوف صحيفة بقضها وقضيضها وجهاز تحريرها تقول ما لم يقل مالك في الخمر في هذا النادي الثاني على 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 صفحات الجريدة. فانتقلت هذه الثقافة الرديئة للأسف الشديد، وأصبحت يعني انتشرت بشكل أكثر سوءا. يعني وأنا أثني على ما احنا لا نعمم، هناك في نماذج راقية، هناك في ناس قليلة ولا كثيرة؟ أنا أزعم أنها يعني لا بصراحة لا، قليلة. الغالب هوجائي، الغالب يسقط بشكل أو بآخر في هذا. أنت طرحت نقطة مهمة راح أرجع لها بعد الفاصل، أنه هل هذا الإعلام هو الرديء اللي هو تقولون البعض من الرديء، هل هذا الإعلام الرديء اللي هو البعض من الإعلام الرياضي هو صناعة نفسه ولا ضحية أجيال سابقة يعني وقاعدين نلومه؟ هروح لفاصل بعد الفاصل. حق أبو فيصل عجب السؤال. فاصل قصير بعده ونعود.